ما يتجرسم من المنطقه من المنطقه المجرسمه هذه هي معقم نفس الشيء هاي والله نفس الشيء الميته الحاره واتحدى مو مزبوط مو مزبوط مو صحيح الزعم يقول لك هذا ملعبه يا مر اي اشكال انا يقول لي يا شو عم تحكي انت خلاص اللي بدك اياه على كيفك انت تعرف اروح اصلي اعقم من دحك عليه ما نعرف شو ما نعرف هذا اقول له هذا زياده جن رجع لي اياه ياخذ يعطي 150 ورقه انت واحد بحمية لا يا اخي ولا بحمية 100 ما بيحرق لك عم يمسح له يعرف هذيك وبني يعرف هاي اسال بصدريه بصدري 15 ورقه مش معقول ليش عم يلقى شيء خي الحزن انت بدك تاخذ هذا مشان البنيت انا وين بدي اروح اجي البيع انا اتوصل لكم شايف البنيت للبيع هذا البيع وك حاجه 50 ريال بصري اروح علي عند راشد تمام انا بدي اجاوب اعطوه هذا من هذا تمام اقول هذا نجن زياده اربعه احط الكرتون ورجع له شيء يعطي 150 ريال ايه دحق ابرته انا عايش فكيته دحق على جاي دحق ابرته سامي مستعمله خالص راح يصدق تبع سنون هي والله مو تبع سنون تبع اطفال صغار شبك يا اخي تبع سنون جت تجري في حاجه اه صح يا زلمه صح انا مو صح صحي ها صحي اتركه مثل ما بدك لقيت 150 ريال طالع اشتري ببلاش عايش اسمع رضيت وصيدلية راح يبيعنا بالصيدلية وانت قاعد اللي هي عم تشتغل هنا مو خيو بافون انه راح يبيع عندي اشكجي ايه راح يبيع هذول برا بالصيدلية لانه جحش الصيدلي مو ابيع انا قلت لك جحش من جحش ما قلت عندك تبولي نفس هذا تمام هلا على اقول له زيادة ما تعرف ما يستوعبوا له خليه يروح غاد ما تعرف ايه ما اعرف ما اعرف والله لو كنت تحايل عليهم تحايل انت صاحي